put it out then. هذا في المرافق يبقى عباره عن جذر ان زائد واحد زائد جذر ب.
Sai, ma fate il libro di detto nella nostra mente nuova. Ne chiamano il nostro cosa, che il Dio sta messo in il suo vacuum, e ne sei guacchè il nostro, alla grazia, e ne sei guacchè il sei grazie. E ce l'ha comani, e se Dio guacchè, sta messo in il suo vacuum, e ne sei guacchè il sei grazie, e ne sei guacchè il sei grazie. لو عندنا ليه بنتك على سيرة احتمال تطلبية تبعضية اختبار اللي كنا بحد الموني يمشي لو خدت الليمة واحدة على السيرة تبدي سيرة احتمال تطلبية تبعضية مش نافعة بعد الاختبار المفرد يبقى عاملات ضربة المرافق ماشي يا بنت اختبار المفرد بعد الاختبار المفرد ازاي؟ بقول ايه قال؟ عبارة عن واحد على جذب ان زائد واحد زائد جذب ان بقارن بيها بي ان بقول واحد على ان اس نص ليه؟ جذب ان زائد اس نص وجذب هنا برضه ان اس نص يبقى جذب ان البي بنص اقل من الواحد يبقى تباعدين يبقى بي ان شكلها تباعد بعد الاختبار اختبار المفرد بس الميزة ان بتروح لانفينيتي ايه ان على دي ان بتدينا ليميت ان بتروح لانفينيتي ايه ان على دي ان جذر ان على جذر ان زي واحد زي جذر ان لما قسمت ايه ان على دي ان جذر ان بتاع الباص درجة الباص تساوي درجة المطار معامل جذر ان بواحد على جذر ان بواحد زي واحد ادانا نص ما تساويش زيرو تبقى ايه ان على حالة بي ان بي ان تبعضية اذا ايه ان تبعضية دي جت الامتحان قبل كده كده هقول تاني احنا عملنا الليمت ادانا من النهاية لوصل للنهاية في ميرة المعادلة ضربنا في المرافق وبتاع ادانا واحد على جذب ان زائد واحد زائد جذب ان اللي هنعملها في اختبار المفرد اختبار المفرد عبارة عن واحد على ان نص نص البي بنص اقل من واحد تبعه بي بعد الاختبار بقسم اي ان على بي ان قال دي ان على دي ان بجذب ان تلاته معامل دي قد دي يعني ضربة المرض تساوي ضربة المرض معامل اكبر قوة فوق جذب ان بواحد تحت جذب ان بواحد زائد جذب ان بواحد يبقى تدينا نص نص ما تساويش زيرو يبقى ان على حالة بي ان بي ان شكلها ايه تبعضية اذا بي ان تبعضية نسمي بالله دي ما يجيش نقول ايه اول اختبار احنا اختبار تبعضية نعم بي ان بقول ايه واحد واحد على جذب ان اكبر قوة وهنا جذب ان يبقى بخلق ليها واحد على جذب ان لا لا ما هي جذب ان من هنا وجذب ان من هنا يبقى الاثنين جذب ان اكبر قوه جذب ان وجذب ان بخليها واحده على جذب ان يعني واحده على ان نص دكتور نعم هو في ناس بتكون على صوره بي سي ريس لازم تكون البي سي واكبر قوه نعم اكبر قوه من اكبر قوه من موجوده في ايه ممكن الايه ما تبقاش على حاله دي لا لو انت صح كلها هتبقى على حاله دي ليه بقى لو استهبلت قلت ايه استهبل ما تستهبلت المره اللي فاتت يعني ايه اللي انا استهبلت المره اللي فاتت استهبلت انا ليه بدل ما انا قلت ايه يوضح دي ان على ان ده ما لا نهايه ما تقولش كميه فاينل دي بقى تقول ولا تقول دي على حاله دي انت مرتب يعني لما تحط اختبار غلط يفشل لازم تختار صح عمره ما يفشل يعني لو اختارنا صح عمره ما يفشل انت لو انا قريت غلط بدل ما اقول تبعونيه وتقارنيه في الحاله دي مش على بتاعت غلط ما اقدرش اقول ان هي على حاله دي لان على حاله دي بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا اول حاجه دلوقتي اختبار التكامل بالنسبه لاختبار التكامل لو عندي كلمه لين ان لين اللي هي رقم الاساس ايه يبقى على طول اختبار التكامل عندي ايه اي اس ان شغال بره ان يعني ده مشتركين يبقى برضه اختبار التكامل يبقى انت هتعمل اختبار التكامل
لو لو حاجات فيها ايه اللي مع الايه واحده على ايه اللي مع الايه يعني كلمه اثنين او كلمه الايه الايه لوحدها لو ايه لوحدها بعملها اختبار الجذر لكن ايه قص ان ممكن اختبار الجذر وممكن اختبار التكامل لو ايه قص ان تربيع لوحدها كده يبقى اختبار الجذر لو ان مع ايه قص ان تربيع يبقى اختبار التكامل اهي دي قص ان تربيع تاخدها من هنا يبقى هقول تاني امتى تستعمل اختبار التكامل لو عندي كلمه لين لين مع اي حاجه كلمه لين ان لين ان تربيع لين ان يبقى ده اختبار التكامل ايه قص ان تربيع مع ايه دي لا دي ممكن اختبار التكامل بس ما اعرفش كمان ايه قص ان تربيع مع ايه ايه قص ان تجعيد مع ان تربيع يعني حاجه بتعملها تكامل الاي او اللين اختبار التكامل تعالوا نشوف هنعمله ازاي يبقى انت تستعمل اختبار التشابه لو عندك المساله كلمه تاني او ليش مع واحد على ايه يعني في كلمتين مع حاجه ثانيه او ايه موضوع مشتركتها ايه قلت لي تربيع ولا ايه ان تكعيب ولا ايه التربيع او تعمل باي بارت تاخد باي بارت التجذيب ابدا ما فيش مشكله ابدا بقى كان على بركه الله نعم ايه وسيم دي بس دي ما عملناها في اختبار الجد لسه يعني لسه هقولها بس قدام يعني بعد دي عشان ما اقدرش اكملها دي وسيم دي تمام ملهاش تكامل ده اختبار الامتحان ده عملناها في اختبار الجد اختبار التكامل ركزوا معايا اختبار التكامل ركز عشان هو ده اللي جاي في الامتحان ركز الفكرة كانت سميشن من ان بتساوي واحد لانفينيتي ان وزي ما قلنا ممكن تكون لين ان ممكن تكون اي اس ان مضروب ان مضروب ان يعني مضروب الايه يعني ايه يقع اي اس حاجة وبره عندي حاجه بره المشتركه بتاعتي يبقى كلمه ليه ليه ان مع ان مع واحد على ان يعني كلمه ليه على طول دول اختبار التكامل الخطوه اللي بعديها ممكن ان مع اي ان تربيع او اي حاجه مشتركه دي ايه قلت حاجه في مشتركتها بره اختبار التكامل قبل ما اشتغل لازم تكون طلبه ثانيه ايه انت طلبه ثانيه بعرفها ازاي؟ بجيب ايه ان داش؟ الميل بعوض بنقطة تدينا بالناقص، بعوض بالحدود تدينا بالناقص. لما ايه ان تتداش تدفع بالناقص يبقى تناقص ثاني. او تعملها كده، انا بحب اعملها دي او اجيب ايه ان زائد واحد. اقلل ايه ان. كل ما اروح لبعيد الان يبقى تناقص ثاني. يبقى اجيبها بالتفاضل او اجيب عن طريق حدين ورا بعضين. الخطوة اللي بعدين بكمل من بدايتي ان من البداية يعني الى ان بواحد الى انفينيتي ليه؟ ايه ان دي ان؟ باخد ايه ان فيها كمان بيقول عليها اف مش عايزة اقول اف ولا حاجة هي لحد النومي بكمل لحد النومي في ناس بتسميها اف مش عايزة تسميها اف عشان تتلخبطوش لو ادتنا انفينيتي يبقى تبع ودايه ادتنا اي حاجه نقط انفينيتي ما بنساويش انفينيتي يبقى على طول يعني كميه فاينانس ازاي ايه ان زائد واحد اكبر من ايه اصغر من ايه؟ اول خطوه بجيب ايه ان داش بتكون طلبه ايه ثلاثة اكبر من ايه اثنين مش حاجه الاقي ان كل ما اروح الحد ايه ان اصغر من حد ان دي اذا طلبه ثاني لو ازاي؟ طلبه ثاني بعملها مستحيل ان البدايه قايله عليها الى النهايه بس بس طب حاجة تانية النهاية نقطة بعضية لو ما بتساويش مدى النهاية بتساوي اللي هي فاينايت بقول عليها بعضية يبقى اختبار التكامل ده عامل ايه؟ ده كامل عادي ويطلع في انفينيتي او نقطة بعضية ماشي في انفينيتي اقول ايه؟ بعضية نفس ربنا يخليكم مع بعض
حتى بفتح بقى. صفحة 15 المتسلسلة سيجما من ان بتساوي 2 انفينيتي 1 على ان من ان. نعم. لا اهي ان البداية ان بدا بكام؟ انا قلت ان البداية بالنسبة عندي انا كانت بكام؟ 1. انا قلت ان البداية حددت بيها البداية بقى عندي في المثال كام واحد؟ Thank you.
سؤال نعم لو
وبعدين نطرح لوحده بواحد تدينا واحدة على ملانية بزين يبقى دي رقم ست واحدة على ملانية بزين ناقص يبقى زائد يبقى تدينا خد بالك أقول تاني ليه الملانية على ملانية تدينا قاعدة الانتقال أفاضل فوق لوحده واحد على عين وأفاضل تحت لوحده واحد خد بالك كده مع الصورة واحدة على ملانية تدينا ست هنا بقى تدينا واحدة على ملانية برضه ست ناقص التعويض باتنين يبقى تدينا لواحد على 2 زائد نص البيت ده بالمية قرنين يبقى تقاربين القاعدة اللي خلصت تطبقها تطبقها دي قاعدة الهوبيتال هتاخدها لسه قدام عندك أو تاني التعويض هتدينا خد بالك ليه إن على إن ما لا نهاية على ما لا نهاية هفضل كل واحد وتحت الواحد ليه إن بواحدة على إن وإن تاخدها بواحد واحدة على ما لا نهاية دكتور ما خدتش الجزء الثاني بتاع التجزئه هو الجزء الثاني بتاع قانون التجزئه ما حطناهوش ليه اخدتوه لا هنا احنا خدنا يو في بس ما خدناش معلش انا اسف معلش بالاول دي احنا لا نهايه عاد ادور عليها مش لاقيها عامل ايه يعني انت قاعد على واحد اصل هي حط بعدها يساوي فانا قلت هي خلصت متسألنيش عن حاجة تاني هعملها التكامل لو سمحت مش عايز تقول تكامل الاثنين اللي بلا نهاية واحد على ايه سلين سلين ايه ناقص اثنين دي ان طلعتها فوق طلعتها فوق هي المفروض تحت دالة مستقيمة خد الباور خد الباور لان انت فاضلها واحد على ايه زود الباور واحد نمرة 15
بقول لك ايه بص التكامل الاولاني ده اللي هو لين ان على ان سكوير ازاي؟ ماشي كامل كده كامل جزئته ازاي؟ وبعدين قول لي بس كده احسن تاني مني ماشي جزئته وبعد ما جزئته طلع ده اهو لا ده انا اذا مثال ستة صفحة 15 كتابة مسلسلة
حدود ايه من واحد لاثنين. تعالوا بقى نشوف دي اكن معاك، خد بالك دي اكن معاك ان ناقص بي ناقص واحد على ناقص بي ناقص بي زائد واحد. حدود من واحد لاثنين اكنها ناقص واحد على بي زائد واحد ده رقم في ان ناقص انفينيتي. البي ده رقم اكبر من واحد يعني باثنين بثلاثه باربعه، يبقى ايه ناقص ان ناقص ناقص انفينيتي. ناقص تعويض واحد دي كانت تدينا ناقص واحد على واحد ناقص بي. ان ناقص انفينيتي بثلاثه ليه؟ واحد على انفينيتي بتدينا انفينيتي، يبقى واحد على انفينيتي دي ادتنا صفر، يبقى ادتنا كميه فاينايت اللي هي عباره عن لا انا قلتها انا خدت دي مشترك دي ناقص واحد. دي في انفينيتش ايه ان ناقص انفينيتش بصفر، يبقى تدينا واحد على بي ناقص بي زائد واحد. ما تدتش انفينيتش كانت الكميه فاينايت، اذا تفاضلي. هقولها تاني هقولها تاني كملناها. أول حاجة قلنا تلاتة ثاني. الخطة اللي بعدها كمان إن ناقص بي دي 3. زودنا الباور 1 وقسمنا على الباور دي 3. الباور قد إيه إشارة ناقص؟ أخدتها مشترك. إن ناقص بي ناقص 1 على ناقص بي زائد 1. الخطة اللي بعدها عوضنا. إن ناقص إيه ده؟ Thank you.
نعرفش الجدل عشان ما فيش مره ان دي اختبار الجدل مثال عليه اختبار كوش اذا كوش يمكن انا اختبر الجدل بعمل ايه؟ باخد الليميت ان بتروح لما لا نهايه يعني ايه مرفوع قدام اي حاجه مرفوعه قدام باخد الجدل النوني ليه ان ايه بقى ايه ان باخد ده الجدل النوني ايه اصلا مرفوع جدل يعني انا ليه ان ده الجدل مش عشان تبقوا عارفين ايه ان عباره عن ثابت اسم متغير او ايه ايه اس ان تربيع يعني حاجه ثانيه اي حاجه مرفوعه قدام ممكن تكون مرفوعه وشد تربيع حاجه مرفوعه في فوضى ان ان تربيع باخد الجذر النوني اي ان لو طلع كان من واحد خد بالك طلع كان من واحد تقلبيه مفيش مثال يطلع عامل الواحد تقلبيه يطلع عامل من واحد تبعوديه تساوي واحد اللي اعتبر يفشل فين وعمره ما يفشل عمره ما يفشل لانه يتعلم الواحد ده يطلع عبر الواحد يطلع بنساوي واحد امتى؟ لو انا حاطه الاختبار غلط يطلع واحد يعني هو مفروض الجد وانت عملت هو مفروض الاختبار المضمن وانت عملت الجد يبقى على طول بيفشل يطلع واحد بيكون اختبار الجد وانت عملت هو اختبار الجد وعملت الجد يبقى برضه بيفشل يبقى عمره ما يفشل يبقى ايه على الواحد تقلبيه أفضل من واحد تبعودية يساوي واحد يفشل فين؟ عمره ما يفشل. ما أنا بقول لك عمر الإخوان ما يفشل لو كنت شغال صح. شغال غلط هيفشل الراجل اللي بعده، الراجل اللي بعده. نمط مثال ودي أفضل. الامتحان ده بقى هنا ولا ده؟ حد كوشي؟ لا كتيرة كتير جدا حرام عليكم يا جماعه فكروا دلع كم بطل دلع بس ليه بطلوا دلع على فكره المسلسلات هديه هديه بعدين بقى بعدين بقى وين جايبين الهديه اختبار الجذر هقول ليميت ان بتروح فين
الجنب. ليه بتقلي بتروح الجنب النوني بايه مع ثاني تربيه؟ هكذا ليه بتقلي بتروح الجنب؟ ايه مع ثاني تربيه على ايه؟ هتدينا ليه انت بتروح لانفينيتي؟ ايه ناقص ايه؟ هتدينا ايه اس ناقص ما لا نهايه؟ هتدينا واحد على ايه اس ما لا نهايه؟ ايه اس ما لا نهايه ما لا نهايه؟ يبقى واحد على ما لا نهايه، واحد على ما لا نهايه بزيرو اقل من واحد. طب خلاص بيا يا بلد بتتكلم واحده كمان هبطلع صابون عملته لك دكتوره رقم الترم الاولاني. تعمل ايه؟ ما هو ده كله جوه بعض. الرياضه كلها واحد. كان الدكتوره رقم قالت لك ايه مالك شمال؟ لو ليه بتقل بتروح للانفينيتي. واحد زي الدالة مرفوع أوس دالة واحد زي الدالة مرفوع أوس دالة ناخد اللي أول حاجة كده أنت الشرط الأولاني أف أو فان ليه بتقلي بتروح لأمانية أف أو فان تساوي زيرو والشرط الثاني ليه بتقلي بتروح لإنفينيتي لجي أو فان تدينا أمانية الكلام ده يساوي ايه اس كي؟ بتقلب لك كده حته فين؟ الف يا ابني الف حته ده اول سؤال في الامتحان يا ابني بتروح انفينيتي حتى ضرب الالف الجي كنا بنعملها كده من فات كان لكم مسألة في مسألة في الحالات الصعبة ممكن تعملها لك الترم الجاي بطريقة تانية بتعمل تسميها بس وتاخد من الطرفين خلينا في القانون بتاع كده الاولاني واحد زي دالة اس دالة الكلام ده بيساوي ايه اس بي تحت شرط ان الاف تساوي زيرو زيرو الليمت والجي تساوي انفينيتي بيساوي ايه اس بي حيث بي بتساوي حاسب ضرب الاف في الجي والكلام ده كتبوه نعم جي لا بره اف لا اف بره اف اوف ان جي اوف ان اف انا اسفه اصل هي جي اوف ان واحدة فيهم فوق واحدة تحت عشان دي كف لكن هي بره من اف اس دي اس ما بقسمش بره من اف اس دي كده في القانون غلط جدا هي اصل انا اترفيت على المسائل بعد كده تبقى فوق واحدة تبقى تحت وانت حاطة واحدة فوق واحدة ندي مثال اللي هي نمرة 16 الشرط الاولاني متحقق والشرط الثاني متحقق يبقى تدينا ليميت واحد
dimensional splitting. حيث K يساوي limit n بتروح لإنفينيتي. حصل ضرب ناقص واحد على n في n. ادتنا E ناقص واحد. ادتنا ناقص واحد. يبقى النتيجة طلع E ناقص واحد. E ناقص واحد عبارة عن واحد على E أقل من واحد. واحد على E. E ناقص واحد أقل من واحد. يبقى أقل من واحد. يبقى تبع مش حاسين انتوا قدامي اخباروا ما خلاص اه مش عارفين قانون ده اللي خدوه على الدكتور اللي هو كان بصوا بقى نفس المسألة بعتوا دي قالوا لي ثلاثة قالوا لي دي ثلاثة قالوا لي دي ثلاثة قالوا لي دي ثلاثة وخليها دي مجمع قالوا لي دي ثلاثة يبقى هي وسكة شفنا واحد لو في ثلاثة على ان الفلس يدينا ثلاثة يبقى الكلام ده يوسف ثلاثة أكبر من واحد يبقى تبعوا ايه؟ عملت مسألة جديدة بدل ناقص واحد خليها ثلاثة يبقى دي ثلاثة على ان اس ان تربيع يبقى ثلاثة على ان اس ان الشروط متحققة يبقى الكلام ده بيساوي يو اس كي وكي هيبقى عبارة عن ثلاثة على ان اس ان يبقى تدينا ثلاثة يبقى الكلام بيدينا يو اس ثلاثة أكبر من واحد يتبع هي اي اس واحد بتساوي كام؟ اي اس واحد بتساوي كام؟ اي اس واحد الحته اللي جايه برضه عليها طب وايه بتساوي كام؟ اكبر من واحد ولا من واحد؟ اثنين وثلاثة لا لا ها؟ اكبر؟ اه اه اللي هي 3 و2 من 10؟ اثنين و 2 و 3 من 10 اهي لا في حته اللي جايه في المسابقه اثنين وشوية ماشي بعد كده كمان لسه كده اختبار الاختبار ده جاي؟ اه ده برضه؟ اه مش كوشي كمان حاجة؟ لا دي الحتة دي جاية حضرتك حضرتك لسه قايلة يا رب ايه يا رب ايه يا رب مش عارفة دي تبع الواحد المقرر ما كنت كوشي والله ما حدش بيجي والنبي خلوها اخر سنة ما اتكلم ابدا ما كانت تعيش حاجة الساعة كام؟ الساعة كام؟ بس لسه بقى ساعة و ساعة زود عدد كل حاجه
كده بعملها في ورد برضه بعملها ازاي؟ خد بالك لو كانت سايت الامتحان او الساين دي تبع الاختبار المقارنه يعني محطوطه تبع اختبار ايه؟ المقارنه عشان كده لو بتاعها تيجي ممكن تجيها في الامتحان ببدا اقول ايه؟ سايت ايه؟ اقل من او مستوى واحد اكبر من او مستوى ناقص واحد صح ولا غلط؟ صح محصوره بناقص واحد وواحد ممكن تجيها تيجي ايكوال بس انا ما يهمنيش كلمه ايه؟ ايكوال لما بقول اصغر تبقى يعني ممكن نقول اقل من او مستوى واحد اكبر من او مستوى ايه؟ ناقص طيب لو اخدت او مستوى بالي ساين مش اقل من الواحد وممكن تسميه واحد مش عايز الكلمه دي تساوي مش عايز الكلمه دي تساوي عشان انا بقارن ساين ان اول واحده مقسومه بين كام؟ مقسومه على كام؟ على ان تربيع لما اقسم على ان تربيع هل ان تربيع بتكون كميه سالبه؟ دايما ان تربيع كميه مجرده يعني دايما ساين ان على ان تربيع اقل من واحد على ان تربيع طيب واحد على ان تربيع من بي سي شكلها ايه؟ تقاربيه يبقى واحد على ان تربيع تقاربيه ودي اقل منها؟ تقاربيه اذا دي تقاربيه يبقى ساين ان على ان تربيع دايما تقاربيه يعني كده بقول ساين ان محصوره بين ناقص واحد وواحد مش هقول كلمه ميزان بس ده خالص يبقى اقل لو خدت ابسوليوت فاليو قيمه مطلقه يبقى اقل من كام؟ واحد حاسب على ان التربيع واسم على ان التربيع الموجوده اقل حاسب على ان التربيع حتى لو قسمت على ان التربيع اي حاجه عباده بكام؟ واحد يبقى دايما كميه ايه؟ مجرد مجرد مستنده يبقى واحد على ان تربيع اقل من ساين ان على ان تربيع طيب واحد على ان تربيع من بي سي بي كام؟ بي اثنين اكبر من واحد تقاربيه ودي اقل منها دي اقل منها يبقى لازم اقل من تقاربيه دي ايه؟ تقاربيه اذا مستنده بتاعت التقاربيه لو قلت اختلف كوساين ان على ان بي او نفس الطريقه هتكون كوساين ان اقل من او مساوي واحد اكبر من او مساوي ناقص واحد يبقى بتقول لي ان كوساين ان اقل من الواحد هات معنى كده ان كيو ان كيو سالبه ولا مجرده؟ لا ما تبقاش سالبه عشان ان كام؟ اعداد بتبدا بواحد واثنين وثلاثه زي كان مجرده هات معنى ان كيو واحد على ان كيوب البي ثلاثة البي ثلاثة أكبر من الواحد شكلها إيه؟ تقاربي إذا تقاربية ودي أقل من تقاربية تبقى شكلها إيه؟ تقاربي يبقى لو كانت عندي امتحان بيتحل بالطريقة دي هل أخد وقت؟ لا بس حاجة سهلة أوي دي نعملها في بعض يبقى دي كوساين إن هي كوساين إن كلها بنفس الطريقة وكده الامتحان لغاية كده دكتور واحدة في بعضية. نعم. واحدة يعني كله دكتور. عشان بس دايما عشان ايه اللي بدل كمية ايه؟ مجرد عمرها ما الناس عليها دي بتبقى اختبار النسبة لا 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 كلها انت عملت لها ولا لها؟ لا
الشهاده انا دكتور ست والله هقول لك بسرعه ما عايز اتكلم بسرعه ايه طب خلاص كده يا احمد لا 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 هي دي هي بتعمل ايه طب هي بتعمل ايه دلوقتي ندخل لها المرح حمام ليش اوكي بيكون بكتيريا لأي بكتيريا أو ثاني نقطة متغيرة إيروسان ممكن تكون إيروسان برضه تنفع فيها النسبة يعني ثاني نقطة متغيرة يعني إيروسان برضه ثاني نقطة متغيرة ممكن مسجلة بتناقص ناقصة مترددة ناقصة واحد وثاني هي مترددة اختبار النسبة ينفع فيها أي بكتيريا ليس بكتيريا مضروب أو ثاني أس متغير أو إي أس إن أو مترددة مع صاحب أس إن بي إن بتتعمل برضه اختبار النسبة يبقى أنا عايز أعتمد مسلسلة سميشن إن بتساوي واحد إنفينيتي يو إن أو إي إن بعمل اختبار النسبة نسبة اسمه ريشيو تيست بعمل ايه؟ بجيب الحد ان زائد واحد بقول ليميت ان بتروح لانفينيتي باخد ابسولوت فاليو ايه ان بلس 1 على ايه ان الحد ان زائد واحد على الحد ان هسيبهم على بعض واخد الليميت لو طلعت اقل من واحد فطلبان اكبر من واحد فبعضية تساوي واحد اختبار يفشل عمره ما يفشل برضه عمره ما يفشل بالظبط هيكوش بس بقى الليمت من حد ان زائد واحد لحد ان ولو طلع اقل من واحد تبعوي اول واحد تبعوتي يساوي واحد الاختبار يفشل وده اختبار النسبه بعرفه ازاي ثابت متغير فاكتوريال ممكن نقول اي سلسله متردده مع صاحب الثاني دي بتعملها اختبار النسبة. اختبار النسبة مهمة أوي بعد كده هشتغل عليها في الباور دي. ناخد بقى مثال عليها اللي هو مثال رقم 10. دكتور طب ما كانت كوشي برضه ثابت بس متغير. نعم. كانت كوشي برضه ثابت بس متغير. لا يبقى بينفع كوشي ينفع النسبة. يعني ده بينفع كبينفع كبينفع. مثال 10. مثال 10 مثال 10 ان الاختبار مسلسله ان واحد انفينيتي واحد على فاكتوريا ان ادي فاكتوريا قلنا فاكتوريا على طول اختبار ان انا عندي ان عباره عن واحد على فاكتوريا ان هجيب الحد ان زائد واحد يبقى واحد على فاكتوريا ان زائد واحد فاكتوريا ان زائد واحد يبقى واحد على فاكتوريا ان زائد واحد. هقول ليميت اختبار النسبه. ليميت ان بتروح لانفينيتي. ابسولوت فاليو اي ان بلس 1 على اي ان. بيساوي ليميت ان بتروح لانفينيتي. ابسولوت فاليو واحد على فاكتوريا ان بلس 1 على فاكتوريا اي ان يبقى فاكتوريا ان. هتدينا. هتدينا ليميت ان بتروح لانفينيتي فاكتوريا ان على فاكتوريا ان لما اقول فاكتوريا 7 مش معناها 7 فاكتوريا 6 فاكتوريا ان بلس 1 مش معناها ان بلس 1 فاكتوريا ان يبقى دي عباره عن ان بلس 1 في فاكتوريا ان فاكتوريا ان بالسلامه راحت يبقى 1 على ما لا نهايه تدينا 0 اقل من 1 شرار فيا عرفتوا بتعمل اختبار النسبة ازاي؟ هقول لك ايه؟ انا كان عندي ان واحد على فاكتوريا ان. ايه ان بلس 1 بشيل كل ان في بيت بلس 1. بقول الاختبار ايه ان بلس 1 على ايه ان؟ يبقى واحد على فاكتوريا ان بلس 1 على ايه ان فاكتوريا ان. ان بلس 1 دي عباره عن ان بلس 1 فاكتوريا ان. دي راحت مع دي يبقى واحد على ما لا نهايه في دي هتجيب. دي اقل من واحد تفرقها. مثال 11
الفورم على الناس الكوريا دي. لما تقولي فكوريا دي سبعة فانا سبعة فكوريا دي ستة. لما تقولي فكوريا سبعة فانا سبعة فكوريا دي ستة. فكوريا دي من الفورم فانا الفورم فكوريا دي دي راح مع دي ادها واحدة على ايه زي الوقت واحدة على النهاية دي ودي الأول يبقى تفرجوا ثلاثة أوسان ألف سلام. الدفن أنت بتكون على ثلاثة.
خلصت المحاضرة خلصت. لسه على فكرة. والله بعمل بعد كده قلت لقيته مش بيبيع بلاك وبال نزلة الاختبار كويس. شكرا على الإضافة اللي